الأحمر الرحيم. يعني النهاردة يوم جميل مشرق، حتى لو احنا يعني في مساءه. كل التحية والاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسه طبعا كابتن محمود الخطيب، ولكل الحضور الكريم. وشايف كمان تاريخ مصر الكروي موجود، كل التهنئة والتقدير للنجمة العشرة، كل التهنئة والتقدير لهذا التفوق على المستوى المصري والأفريقي، وده شيء مشرف جدا الحقيقة. بنقل تهنئتي للجميع، وأيضا يعني أحب أن أنا أركز في جزء معين. هيبقى قطبي الكرة المصرية، وهيبقى دائما التفوق لمصر من خلال هذا وهذه النجاحات الكبيرة. أنتم مرآة كبيرة، أنتم قدوة لكل النشء والشباب وكل المصريين في الحقيقة، اللي دايما بنقول احنا تحت مظلة واحدة، احنا جمهورية مصر العربية. التفوق الرياضي ده شيء مشرف لينا كلنا. مرة تانية بنقل كل التحية والتقدير، وألف مبروك للنجمة العاشرة، ودايما التفوق ثم التفوق والتفوق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نروح برضو لكلمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والإفريقي، اللي كمان أعرب عن سعادته بحضور احتفالية النادي الأهلي بتدشين النجمة العشرة. وقال كابتن أبو ريدة، قال كلمة طبعا علن نيابة عن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، اللي أعرب فيها عن سعادته يعني البالغة والغالية حقيقي بالاحتفالية بالأمس. وكمان يعني وجه الشكر جدا لإدارة النادي الأهلي بهذا التتويج وهذا يعني اليوم الرائع جدا والمجهود المبذول. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه طبعا انا فوجئت ان انا اكون على الستيج امام اخواتي واصدقائي واحبائي. مش غريب الحقيقه على النادي الاهلي ان كل هذا الجامع المحترم موجود، قيادات الدوله المصريه موجوده، كل الزملاء الاعزاء موجودين على جميع المستويات. كل اقدر اقوله ان انا بهني اخويا وصديقي العزيز الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم على النجمه العشره. وده مش غريب على النادي الاهلي، هو بعبع افريقيا. كلنا عارفين قدرات النادي الاهلي وادارته المحترمه المتوارثه بالكابتن صالح سليم والاخ صديقي العزيز الكابتن حسن حمدي وكل قيادات التي على مر العصور كانت لها بصمة كبيرة على الرياضة المصرية وليس على النادي الأهلي. وبرضو بحيي أخويا وصديقي الدكتور أشرف على وجوده وكل القيادات الموجودة. بتمنى دايما النادي الأهلي إن شاء الله يفضل بعبع أفريقيا، ونيجي نهاية اليوم على النكبة 11 إن شاء الله. شكرا. حلو قوي انك تقعد كده وتسمع شخصيات يعني مرموقه في مجالات مختلفه في المجتمع، وهي بتتكلم عن النادي الاهلي، وهي بتشكر مجلس الاداره، وهي يعني بتثني على الاداء وعلى المجهود وعلى الاحترافيه في العمل وفي الشغل. حاجه بجد زي ما كنت بقول لحضراتكم، تشرف فعلا، حاجه تشرف ان انت تكون يعني بتنتمي للنادي الاهلي، لهذا الكيان المحترم. دي مش مبالغه على فكره خالص، ده واقع ودي حقيقه. يعني وليه بنقول حقيقه؟ لان الحقيقه دايما بتكون مبنيه على اسس، واحنا عندنا العديد من الاسس حقيقي. خلينا نكمل، احنا عندنا يعني لقاءات كتيره جدا اجريت بالامس، جمعنا زي ما بتقال كده بعض اللقاءات لحضراتكم امبارح اللي تمت مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. بنحمد ربنا وبنشكر فضله على الحقيقة أن ربنا أكرمنا أن احنا النهاردة بنحتفل بانطلاق النجمة العشرة. بنشكر كل الأجيال السابقة لمجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبين، للأجهزة الفنية، للأجهزة الإدارية. بنشكر جمهورنا العظيم الحقيقة اللي واقف من أول لحظة تم إنشاء فيها النادي الأهلي وانطلاق النادي الأهلي، اللي كل مدى جمهورنا بيتزايد وكل مدى جمهورنا واقف في ظهرنا. نشكر كل واحد اللي شارك في بناء طوبة في النادي الأهلي أو بناء رقم أو تاريخ أو رفع بطولة للنادي الأهلي. حاجة تشرف الحقيقة، الحمد لله رب العالمين. عدد كبير جدا من البطولات، عدد كبير جدا من الجماهير، عدد كبير جدا من
الافرع اللي موجوده الحقيقه مؤسسه او نقدر نقول عليها منظومه رياضيه متكامله كامله. يمكن لو جينا قارنا مؤسسه بحجم النادي الاهلي باي مؤسسه رياضيه على مستوى العالم مش هنلاقي فيها اللي موجود في النادي الاهلي على مستويات كتير قوي على فكره، على مستوى سواء اداره عدد كبير جدا من الالعاب، على انجازات هذه الالعاب، على حتى عدد الافرع، على عدد اعضاء الجمعيه العموميه، على ميزانياتها، على تصوراتها، على الرؤيه المستقبليه تملي بتاعتها، على جمهورها العظيم اللي واقف في ظهرها دايما، على قناتها اللي موجوده اللي دايما متالقه ودايما متميزه. كل حاجه الحقيقه هتلاقيها في النادي الاهلي، هتلاقيها جميله، هتلاقي لها رؤيه، هتلاقي لها مستقبل، هتلاقي لها طموح، لها اصرار، لها عزيمه، لها قوه، لها اراده، لها تخطيط، لها حب، لها انتماء، لها حاجات كثيره جدا هتلاقيها كلها موجوده عند الاهلاويه. هتلاقي كل واحد بيجي بيحط طوبه جنب زميله، الناس بتنسى بعضها، الناس بتتواصل مع بعضها، الناس اجيال بتسلم اجيال، وربنا يا رب يكرم دايما النادي الاهلي، هو الاهلي دايما الباقي يا رب بالخير يا رب. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده في يعني احتفاليه ترقى لمستوى النادي الاهلي ومستوى أيه. جماهيره فيها كل حاجه، فيها احتفال باللي احنا ما لحقناش نفرح بيه على مدار 8 شهور. كان النادي الاهلي ابطاله في الكوره، حققوا دوري وبطوله كاس افريقيا التاسعه أيوة. وحققوا العشره، حققوا سوبر افريقيا، حققوا كاس مصر، حققوا مجموعه بطولات زيت العالم زي ثالث العالم. ما لحقناش نحتفل لتلاحم المواسم وتلاحم البطولات بولا بطوله منهم. من حسن الحظ الحمد لله كمان لو تلاحظ حضرتك يعني الاهلي اقر نظام موجود في مصر كل الانديه دلوقتي بتتبع زيه اللي هو نظام الاعارات. مظبوط. الاعارات ده ابتكرها النادي الاهلي الحمد لله، سياسه الاعارات في الكوره، ودي نتج عنها قيمه راسماليه كبيره لكرة القدم في النادي الاهلي. مجهود كبير مش من مجلس الاداره بس، مجهود كبير من اعضاء النادي واعضاء الجمعيه العموميه والجمهور واللعيبه والجهاز الفني والاداري والعاملين زي ما قال الكابتن الخطيب. يعني احنا ده تضافر ما بين مجهود كبير جدا اصفر دايما الحمد لله بنتائج بتشرف مصر، بتشرف الكره الافريقيه، وبنقول ان احنا بنوصل للعالميه. فان شاء الله بنحلم ان احنا يبقى في ال 11 وال 12 والاجيال اللي بعدينا، ونفسنا بقى ان شاء الله تشريف مصر في كاس العالم للانديه الجاي بتكون بقى بمركز احسن. احنا دايما في تقدم، وزي ما شايف كده النادي الاهلي لما بيعمل حفله بيعمل حفله بيجيب بالاخر يعني. لا الحقيقه حاجه مشرفه وحاجه تفرح، وكل ده اتعمل في 4 ايام، مجهود كبير جدا من الاداره التنفيذيه، وكابتن خطيب طبعا هو اللي اشرف على هذه الاحتفاليه، ونامل ان شاء الله انها تكون سنويا باذن الله. دعوه كل النجوم القدامى للنادي الاهلي اللي حققوا التسع نجوم اللي قبل النجمه العاشره، دي كلها حاجات تبين قد ايه النادي الاهلي هو كيان مش واقف على افراد خالص، وازاي كل مجلس اداره او كل اداره بتيجي بتعوض الاداره اللي قبلها، وان هي بتكمل شغل الاداره اللي قبلها. انا بس احب اخص بالذكر المهندس عادل القيعي عشان انا واخد يعني بالظبط. الراجل ده من اول ما جيت في التعاقدات في المجال وكليه طبعا اسطوره بشكل كبير جدا، بس عليا شخصيا انا قبل التعاقدات كنت بلعب كوره زمان، بس كان شغلي كله كوميرشال ما كانش ليه دعوه باللعيبه خالص. الراجل لما انا كابتن خطيب اداني الثقه اكون في المكان ده اداني سبورت جامد جدا الفتره اللي فاتت، والحمد لله النتيجه كويسه الحمد لله. فانا بشكره جدا. عندما يقول النادي الاهلي سيفعل، عندما يقول النادي الاهلي سيحتفل احتفال يبهر الجميع، ايضا يكون في ابداع كبير، ابداع في كل فقراته، ابداع ايضا في حضوره، ابداع ايضا في تكريمه، في طريقه صحيح. تكريمه لفريق النادي الاهلي بواحده من العملات التذكاريه، واكبر ناس احنا بنعشقهم هم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما بيتابعونا من خلال قناه النادي الاهلي اللي احنا فخورين بيها، اول قناه رياضيه يمتلكها نادي احنا فخورين بيها. هي امبارح يعني قناة النادي الأهلي بجد كانت عاملة تغطية أكثر من رائعة، كنا بنحاول زي ما قلنا يعني ننقل المشهد لحظة بلحظة، لقطات حية، كل الكواليس حاول نعرضها لحضراتكم أو حتى يعني نقولها لكم. فيعني امبارح بجد كمان اللي أسعدني جدا أنا وكل زملائي من قناة الأهلي إن مفيش كان ضيف بيجي يسجل معانا غير لما كان بيشكر يعني قناة الأهلي على الدور اللي هي كمان بتعمله. كابتن محمود الخطيب في كلمته كمان لما تحدث عن قناة النادي الأهلي، ف يعني شيء كان امبارح مشرف جدا. يعني تحيه كبيره جدا بجد لكل القائمين على قناه الاهلي، لان ده دورنا زي ما احنا بنتكلم كده، وزي ما انا ودكتور سعد شلبي امبارح برده في اللقاء كنا بنتحدث، يعني هو كان بيقول ان كان نفسنا الجماهير تكون معانا لكن من خلال قناه الاهلي هم معانا، فده شيء اكيد احنا همزه الوصل، اكيد احنا اللي بنحاول ننقل لحضراتكم كمان ايه اللي بيحصل وننقل صوتكم كمان للداخل. فيا رب دايما مزيد من النجاح، وتكون قناه الاهلي في مستوى
مشرف حقيقي يعني اللي يليق بجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. خليني برضو قبل ما انتقل لموضوع اخر احكي معاكم شويه في اللقاء الخاص بكابتن باتسو موسيماني. طبعا امبارح يعني اجرينا لقاء معاه الحمد لله بعد صعوبه لان امبارح كان في عدد كبير برضو من الجماهير دخلوا الملعب بعد انتهاء الحفل، فحاولنا ان احنا نجري معاه لقاء سريع كده. هو تحدث عن نقاط في غايه الاهميه، لكن المهم اللي احنا نتكلم عنه هو يعني فخور جدا وسعيد جدا، وجه رساله لحضراتكم، وجه رساله للجماهير. كان بيتحدث يعني خليكم دايما في ظهرنا، خليكم دايما فاهميننا، اللي جاي ان شاء الله هيبقى كويس جدا، احنا حققنا حاجات يعني ما فيش حد قدر يحققها في هذا الجو العام اللي كان موجود والضغط اللي كان موجود، فاحنا كبار قوي، احنا نادي عظيم جدا. وهو كان جاي بيتكلم او بيتحدث يعني وبيقول انا كنت عارف انا جاي على ايه، انا جاي على نادي يعني من اكبر النوادي كمان في العالم، مش هقول بس ان هو بطل افريقيا، هو من اكبر النوادي في العالم، معروف لدى العالم كله. فحاجه كانت مشرفه جدا امبارح حقيقي، لازم نفرح كاهلاويه، لازم نكون فخورين بليه امس. وزي ما كابتن محمود كمان تحدث لسه في احتفالات تانية، دي مش اخر اكيد احتفاليه. خلينا بقى دلوقتي نروح مع حضراتكم ونشوف درجات لا عفوا، احنا معانا دلوقتي برضو بعض اللقاءات اللي تمت مع اعضاء مجلس الاداره ولا ايه؟ معانا ايه يا جماعه دلوقتي؟ خلينا نروح نتابع مع حضراتكم. حدث جلل وحدث كبير وحدث مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، والحمد لله حفله جميله ومشرفه تليق باسم النادي الاهلي، ده اللي عودتنا عليه دايما الادارات التنفيذيه المتعاقبه للنادي الاهلي. نتمنى انها تنال يعني استحسان الجماهير واستحسان الاعضاء، وتكون يعني كانت حفله جميله وخفيفه ومشرفه وتليق بالانجاز الكبير قوي قوي اللي هو الاحتفال النجمة العشرة. النهاردة حاجة مشرفة لنا كلنا، لأن احنا بنستعيد كل ذكريات العشر نجمات. شفنا رموز النادي الأهلي، شفنا ازاي الأجيال بتسلم بعض، شفنا ازاي ان كل الناس مع اختلاف مجالس الإدارة السابقة كلها موجودة، اللاعبين كلهم موجودين، كل اللاعبات موجودين. شفنا يعني ايه ان فعلا الكوميونيتي او العيلة بتاعت النادي الأهلي دايما متواجدة ومتماسكة. مش جانا بس، بالعكس ده في لعيبة كتيرة جدا فعلا رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية كلها، واحنا لازم نقول ان منتخبات مصر كلها معظمها لعيبه النادي الاهلي، فهو فعلا مصنع المنتخبات بالظبط. الاحتفال النهارده ليه مذاق خاص، ان هو يمكن احتفلنا اثنين ورا بعض بسرعه قوي، يعني العشره جت بسرعه قوي بعد التسعه، كانت صعبه وكان فيها عقبات كتير، لكن رجالتنا رجاله، وحاسه ان احنا رغم كل الصعاب اللي عدينا بيها ولكن كلنا كعيله متماسكين من اول الاداره لحد الاجهزه الفنيه لكل اللعبات. ففخوره جدا الحقيقه باللعيبه وبكل اللي ساهموا في الانجازات دي. احنا كلنا بنتضاءل جنب اسم النادي الاهلي، كلنا بنصغر تحت شعار النادي الاهلي، اللي انا عارف ان بعض الناس دلوقتي يعني، لكن احنا فعلا بنطبق هذا المبدا. النادي الاهلي تاريخ كبير، اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي النهارده كانت سعيده جدا بالحدث اللي احنا شفناه، خرج على اعلى مستوى. انا حابب ان انا اشكر جدا 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 كعضو نادي اهلي مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، حابب اشكر الاداره التنفيذيه الدكتور سعد شلبي، كل القائمين على العمل، اخويا هشام جمال، حاجه جميله جدا جدا جدا. اعتقد ان كل الاهلاويه سعداء النهارده واسعدونا كلنا، جماهير واعضاء ولاعبين واداره